كيف نعد التبولة؟ نحتاج إلى 3 حبات طماطم متوسطة الحجم، نصف كوب برغل، 5 أكواب بقدونس، رأس بصل يابس، كوب نعناع طازج مفروم، ربع كوب عصير ليمون، ربع كوب زيت زيتون، ملح حسب الرغبة. نفرم الطماطم والبقدونس والنعناع والبصل ناعماً. نضع البرغل في وعاء ونضيف الطماطم فوقه، ثم نغطي الوعاء ونتركه في الثلاجة مدة 2 ساعة لنقع البرغل. في وعاء نضيف البقدونس والنعناع والبصل وخليط البرغل مع الطماطم ونحرك جيدا. نضيف الزيت والليمون والملح حسب الرغبة، ثم نخلط المقادير. أصبحت التبولة جاهزة، ويمكننا تقديمها داخل أوراق من الخس وتزيينها بقطع الطماطم. لا تنسوا الضغط هنا للسبسكرايب لمتابعة ما هو جديد، ويمكنكم أيضا مشاهدة هذه الفيديوهات التي اخترناها لكم.